بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، الباب 15، باب المحافظة على الأعمال، وباب في شري تبنات من كتاب رياض الصالحين مجلة مسكوات، باب المحافظة على الأعمال. إن لا إله ليو وقفك دورو كور هايو وضيعك إلى اليعماشة أيوبها بهاي لو باب بين صومرتي هي شري هي درات مد إن له خير كزيا سدى هي شري إن له يعني لقى بديني دنا باب كان مناسب دي سودا عيايو انتي يا راي ادو اتكري كرتي لازم يسي انتانا كفر عليك او يعني وح ضيعادة هذا كإيمان بالرباء إن يرادو شيخة. قال الله تعالى إلى محبوب يري ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إلى يقول لدتك مؤمنين تعالى يعني الضواهين إن أي قلوبته ونقلاته وإلهي حسكي سؤال نقلاته يوحي إلهي سبحانه وتعالى وسود الجي وأنا لم نقن ذكي كهري ومكي مدلي إلا داراتي كدب أنجتي قلوب قلي ومركا يودن بيسي. طبعا قماشي ابن مسعود لها أيضا مركي سود جنيسي وعنان تأه تلمامي سين حوغا دبع سنان يو عقديد إن صوغ غلي ملك أيضا ويسود دقاني إسلام كان أفر سنون بأود حي وعنانتون وإيماني سي نوع فطور كامي ذا وآه كابين إن نوع قفك صوغ غلي بالي لها اللي قال وقال تعالى إلهي وفر وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. هذا نوح إليها جل وعلا طبعا مركي أنبياء الله يسوها الله آيات روحها ولقد آتينا إبراهيم مركي لقاها للنبي إبراهيم النبي نوح مرك الله صح الله كذب بإله وإله حكدم ب وأن قداد راعنا وددوا ذا أن مرن عيسى عيسى مرك إنجيل كإله سبحانه وتعالى أسي ذاتك عيسى الراعي كد وفي لنا إله مرك وحو قلوب تدحك لي سدح الرموض لبع الرموض وآه توريس رحمة بإله سبحانه وتعالى أسي مسدحان إيه لي ميدو وآه إن تبطل لي ماذا الدنيا لغاقو ما أردت مولى عاون الله ربحين ورهبانية يقال لي من الله سبحانه وتعالى. طبعا إله مركب إلى ما كتبنا عليهم أنه كمين واجبين لكن يو أردت هو حيوصم مين بل حيكر هذيني هل كأجر مرقص آيات هل كأيوس عطوه وباب كحيدي كلاوه فما رعوها ما ين إلى لين حق رعايتها أرنك إلي ما دون الهاين إله يقول هذا سيد الرب وصوب به نحن كوحا لقاء من عمل كألتي ما دي إن الدائمتي إذا هدنا فلا ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنت فيه تختلفون. جل وعلا هدنا كله أن قوانين سيدة هوين أيدي وحل وحي أيمان تكشقين سوحي فلك سبع مرك قبلك ودعوحي أي ما أنت نكسر الشقين سديب أوفو فرطاقة عن مقالنا طبعا ما نكسر الشقين في صورة النحل إن أي جيل تهواني صبح عدنا شقين سحوي فالكيني سحوي تلسة أبنك مرك لقانا وفرفورسة مثال وحال الله قد يقول قفك وحي وما أنت نسوق قوانا جن سليمان أنه كنا جن سليمان وحال الله الشيء صبح عدنا بأي لسان أبنك نوي بالبريان هذا نبري ماشي بك بالله عمل كأد أدو قواتي يوحي أصوات لستي عمك عشان ضيع من
maxaa laga hadda mathalan kale wax soo mana maanta ilaahay naga aqbale nusuus baa inoo sheegtay qofka haddii uu dembiyada qaarkood uu ka dhaco mathalan carabkiisa hadduu ilaalin waayo oo kale dadku haddii ka badbaadi waayaan nebiga wuxuu leeyahy falaysa lilaahi xaaja ilaahay dan kama laha qofka kan inuu haraad isku dilo inuu gaajo isku dilo ilan ujeedku wuxuu yahay qofkan in afkiisa adigiisa laga badbaado idan camalkaa waa inaadan burin camalkaa waa inaadan burin acmaasha badan baad buriya istustuska camal kuu buriya shirkiga camal kuu buriya inaad qofkii wixii aad qof aad waxaad siisay oo aad ku sadaqaysatay ama hadiyad u siisay inaad maantana ku mana sheegatid ilah kale walaa tubtilu acmaalakum ladiina amanu laa tubtilu sadaqaatikum bilmani waladaa shilimaadka aad la baxaysaan mana sheegasha iyo waan ku siiyey iyo adoo kaa jajabneed baan waxaan kuu qabtay iyo dadka adoo ku adeedaynaya wixiina ha burinina qur-aanka haddana wuxuu leeyahy ya ladiina amanu laa tubtilu atiicu allaha waatiicu rasuul walaa tubtilu acmaalakum camaladiina ha burinina camalka marka oo inta aad kasoo shaqaynaysa wuu buri karaa muxuu ku buri karaa falalka qaarkood adigoo la timaada falalka qaarkood baa burinaya camalkii oo ay kamid tahay waxaan oo kale haddaba waxaa kaloo kamid atali cala allah inaad iska dhaarato dha wallahi ilahi subxana wa tacala hebel soo ma wala usan janno gelaynin kaas soo ma kaas haduu jannada galo dadka dhan way gelayaan jannada maadaa iska leh si kasta aad uga khayr badan tahay walidalika nabiga sal alayh wasalam waatanuyir nin baa hadda ka hor nin ku yiri wallahu hebel maaragtay janno ma geli doono ilahi wuxuu yihi man da aladii yatacala calaya an la afir lifulan waakay kan ku dhaaranaya inaan ilah hebel aan u dambi dhaafay marka waxaan ka wadaa qodobadaas oo dhan marka digo lagu laabto camalka markuu buro ilahay marka wuxuu inoo tilmaamay ayadahan acmaasha in la ilaaliyo waqaala tacaala wacbud rabbaka xataa yatiyaka alyaqiin rabbigaa caabud ilaa geeridu kaaga timaado halkaa waxaa laga qaatay iyadana camalka qofka uu la imanayo waa life project wey maaha bir ramadaan khalaas way dhammaatay intaan waan qabanay macnaheedu maaha haddaan ramadaan kalan sugana macnaheedu maaha camalka kan xataa yatiyaka alyaqiin ilaa geeridu ay kaaga timaado intii waddadii asaarnayd ha ka dhicin horena waxaa la inoogu soo sheegay shay waxaad keri kartid daa'im waxaadan ka bixi karin iska daa shay joogto ah haba yaraaday intuu doono hala ekaaday haddaadba joogtayn kartid baa kun jeer ka wanaagsan ka khayr badan oo ka wacan waxun hal mar intaad xamaasooto laab lakaca intaad u samaysa haddana aad istaajiso hakad uu kusoo galo waama alxadiid buu yihi sheekha xadiida faminha waxaa kamid a xadiidu caaisha xadiidi caaisha hadda aan afka ku dhuftay oo ah wakaana axabu diini ilayhi diinkan lagu jecel badanya wuxuu ahaa maa daawama calayhi saaxibuhu wmaa daawama saaxibuhu calayhi qofku wuxuu daa'imo waqad sabaqa fi lbaabi qabla xadiidkan wuxuusan imaam nawowi uusan ugu tarax yani uusan usii sharxayn cidda weyda iyo maxay buna soo maray xadiid shaluna soo maray xadiidka koowaad marka marsidaa darteed maynaan tirsan hadda ugu sheekha ma tirsan maxay buna soo maray xadiidka koowaad ee baabka kan ee afar iyo tobnaad shan iyo tobnaad ahna xadiidka boqol iyo konton iyo saddexaad ee kitaabka can cumar bn khaaab radi allahu anhu qaala wuxuu yihi qaala rasuul llahi sal allahu alayh wasalam rasuulka alle wuxuu yihi man naama can xisbihi qofkii xisibkiisa ka seexda oo min alleyli habeenkii maxaa laga wadaa waad tukataa salaatulayl baad tukataa intii adiga kuu qoondaysnayd ee aad caado ka dhigatay joogtayn jirtay aad ku tukan jirtay qofkii ka seexda xalay mathalan salaatulayl inaad usoo toostay ahayd daalkii baa kaa batay saacaddii baa maqli weyday waabaad kici weyday mathalan waxaad is aragtay adoo fajarka un jooga ay kula tagtay aw can shay-in minhu ama shay isaga ka mid a qofkii ka seexda fa qara'ahu aqriya maa bayna salaati alfajri inta u dhexaysa salaada subxi wa salaati aduhri qofkii aqriya inta u dhexaysa kutiba lahu waxaa loo qoraa kaanama qara'ahu min alleyli isagoo habeenkii aqriyey oo kale rawahu muslim salaatulayl ninka xalay tukanayay oo xalay ay ka tagtay waagaa ku baryay fajarkii uu soo toosay fajarkaagaa tukatay inta u dhexay salaada fajar ilaa duhurka waad qallayn kartaa tobanba waxaad tukan jirtay soo ma intii ha laba labadaada tuko keliya waxaad ka ilaalinaysaa witriga tirasdhaafkaad ka ilaalinaysaa maalin markaad tukanaysa salaada habeen waa salaad jahriya maalinka markaad tukanaysa jahri ma noqonayso kor uma dhigaysa marka intaasaad tukan kartaa yani mathalan camal walboo ku dhaafa hadda kaba dhig inaad duhurkii sunnadii ma tukan
casirkii la gaaray. Waxba kuma jabna inaad gadaal ka tagtid, sunna shalay kaa tagtay, waxba kuma jabna inaad hadda la timaado. يعني مثلا اورادي شال سوكا تكتي لما يجي ستة جزء ما ينسى كبرتها مثلا ماذا اقرب ما انت اسكو الضر مركا الله سبحانه وتعالى من النبي صلى الله عليه وسلم يقول كتب له والله قرا كانما قراه من الليل اسوى حلي اقي اوكل سيدي حلي انا سو استاكتو كلا لا غديا هكا واحد موجين اسا وهي ادا امتد ان ادين ادنا لو جوجتين اجر كيسا. الحديث الثاني من الباب عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله رسولك الله يقول يا عبد الله لا تكن هالنقن مثل فلان الهبل وكل هالنقن من بعد ما يجي سلا شيء كان يقوم الليل صلاة الليل ويشتاق الدير فترك قيام الليل وكتيس صلاة الليل صلاة الليل ويشتاق الدير وكتي متفق عليه كما روح على قاتل وحد قبن جرتي وعمله ضد بيلي جرتي هكا جوين هدي إلهي سبحانه وتعالى ويكو واسعي ظروف أنا يكو إيمان سيد هو ليل بعد ويستاجي جرتي ها يستاجرين ضد قودين جرتي هكا يستاجرين وحي أسمين جرتي خير وض أيتام بعد بيلي جرتي وض مساجد بحكم بحين جرتي وض هديهن لأجل فلان إلهي وحلي هاي مركي أبو بكر وكعروضي لعضي أهي بين أبور يعني شيء تلقوا بين أبور طيب طب مركب بيل جري حتى نروح واحد كذب هل كه حساب بيل وضم بيصير وبكر أنتوا حناق إلى مركب ولا يأتي لأولو الفضل منكم والسع أن يؤتوا أولي القربى والمساكين المهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم يعني لا راني بدك الخير كها ويحب حين جنا بدك يحب حين جنا هسيان وإنك بدمي ما إنك معصوم ألا تحبون أن يغفر الله لكم إن إلهي دم بين الآخر مرة ثانية مجعل لي دمي وتو أبو بكر ها يا رب وهل كان مرة كسي ولد بمعنى هو معي عمل كي أدوذي جيست هاي استهدين عن عائشة رضي الله عنها حديث الحد قالت وحيت لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحوها إذا فاتته الصلاة من الليل صلاة هبين وتكنجر هدي كتكتو من وجع من أجل وجع حنون درتي أو غيره وحلم إذا هدي أي كغتك تسفر مشغول وهون صلى من النهار مالك حوت تكنجر ها ثنتي عشرة ركعة لم يتمرك على تكنجر إن يركع عن صوت المعنى رواه مسلم مثلا صلاة الليل وكوب توان مال مركب الجار وتر وهبينك وجار فيه مركب وإن ترى إصداف عن النقانو ترى إسكو الجنة وطبعا هو اين النقطه مركه لم يتوانى تكنسا الكي اي جهري اي ده يمكن سري بعد كده جه سامعني كم حاله صلاه النهار وحي لا صفه صلاه الليل وحي لا صفه هلك مركه رينو شيغ سد حديث يمد نو سهري اورنتي لغا دهان كرو اما با كعد هي ايات القران اورنتي ارنكا موجي او الا سد ايات انت وحي موجينا انت كاريكت عمله وهوس كحريقتي يان ماينس ام كاجلين يان كاكل ان طال من عمك كفر عدي يقول الباب السادس عشر باب اللي هي تمنات باب باب الامر بالمحافظه على السنه وادابها وباب هي ان لا اسفره ان سنه لا اله ادابته سنه ان لا اله اي ادابته قال الله تعالى إلهي مكوح إليه جل وعلا ويري وما آتاكم الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إلهي سبحانه وتعالى وكله وحي رسولك إذن لي يمد قات وإذن كربنا كربتون هذا الله يريه وما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى نبي هو ليس كما الله وحو الشيء وحلو وحيوذن وغيب إليه الدنيا يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وهذا الإله يجعشه أنا يسرع إله ويني جعلانا يا دم بيجين المضافة يا الدنيا يقول إله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر رسولك محمد وحائد إن كو قصكم كو ضياشو إذن كي أنت بقى أنت رجك له ورجينا سآخرة إلهي سبحانه وتعالى كبقيسة إيمانك يوم الآخر.
جل وعلا هدانا كيف على ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إيمان لجماهير مؤمنين مش يجان كرام إلا أي وحي لحظوذة دعاي أديك كالا صحيحون تمام بحي ماذا وين الله دوحان كو قنعا محي شرع ذو كتير محي إلهي خير محي رسول خير انت سان ربعين للوجود دومي مركي مركا أرك للقدومي وحكم قرآن لا يجد في أنفسهم حرجا ما قضت وحي إلهي رسول كيسة أي كو قدومين وإن هذا إريري أنا دريم مركا وحنكم مقنعين ها ويسلموا تسليما وأي مركا أي حقان سما عركي ساقف تكانية وصومية وصلاة مركي إساقي يقف مسلم ولكن يحدح مران ديرا بل أن علماء الله مساجد ده اللي يقول ما ينقدها مر نوشا اما انه ذكر وسجع وصاهر راي وكله و ديار سنه وقتي وإيمانه مركي ايادي حديث لدول صار انه قرد راه الشيخ في الماء وحبا كجره يعني معنى ديار بوما روحك كان مركي ادي كو واني كاد ان احسنت هاي هذا شرع الله جل وعلا قفك شرعي كو ظلمي او كو قدياي او سكر واستعمال سي ربي لكن ادو انا فوق انعكرتها وحي سبحانه وتعالى يوسف وانا هل كان نقل انها يسمح امضى سأنا سيدنا ما يرسلنا أنت سوصنا تيه بوجنا أنا حاسين الآن على ملك اللي هذا ورد دستور كان إلهي نوس ودجي أن فوقنا عن أمض مرة معه وحكى لي حول كلام إلهك الرادين إنه من مركز أساسا كجرنا تيه ربنا إسرائيل 40 سنة ليل وأسكس عن يسار إلهي مركز حولي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول هذا هو حسكو قبصتان إلهي رسول كيسو عليا قال العلماء علماء ذوحي إلهي فردوه إلى الله والرسول معناه إلى الكتاب والسنة قرآن كي سنة العلم وقال تعالى إله الدنيا في ومن يطع الله ومن يطع أو من يطع الرسول فقد أطاع الله قفك رسول أطيع إلهي لو أضيع عين إلهي يقول إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم نبي محمد وحدتك كهكتا وضد طوصا إله الدنيا في فلح الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم كوى بالمرأة نبي محمد أمر كيسه هكذب تونادين وإن أي فينا أصيبته أم عذاب قيمة إلى يقول واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا في سورة الأحزاب هو يمكن النبي قال الله اللي يوحى عليه وحل وحي قرقين الله أقري آياتك إلهي والحكمة أي السنة أقري وحصة سورة الأحزاب والآيات في الباب كثيرة آيات كباب كان هديلي إلى هذا لسوسر ديو آد بأبدين حديثة وماشى مكة وكب حيسا أما الحديث حكم حديث كواد عبابة كان بقل يكون تن إلحنا فالأول كان أغري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي يوحى لقولي إنه يدعوني ما تركتكم ويحن إذا كتغي إيدايا إنما أهنا إنما أهلك من كان قبلكم ضدك ما ضدك إليك من كور وحاها لأي كثرة سؤال سؤال تربضا أو ما يعني واختلافهم على أنبيائهم أنبياء سوء خلافيا فإذا نهيتكم عن شيء هدا وحي نكرب فاجتنبوا كالإعراض وإذا أمرتكم بأمر هدان أمر إلي فرنا فأتوا منه كلا إمام ما استطعتم حتى كرتان متفق عليه شهيدك ولا بد قيبوت إلا نصنا الله لك أهلا هدان إرادة وحن وحرام نبي قاله فرهك قاضي هدان إلى هدان وحى لا إيمانا وحي أذكرك تعالى لا إيمان مرك فأتوا منه ما استطعتم أصلا ضع واجباتك وحى قصة ليسا دينتو أصلا بنا ما فارين وحى ودنا كبحسن بيانك بعسى دي مجستو وحى ودنا كبحسن دينتنا ما فارين ومرك يتاقين تأوى مرت مرك هدي سننت أي تهوى كلا مثلا سننت ربضان بعض الشيء وردي فربضان بعض الشيء ويا كريك تعالى لا إيمان الثاني عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وحيد وعظنا رسول الله رسول كان وعدي موعظة وعد من وعدي موعظة بليغة أن أحلر موعظة وجلت منها أي لبق ذي القلوب قلوبت وذرفت منها أي لشغنت أي القيون عندها يعني أدب نوعدي لا قلوبت أنه أي كهاتي أي أجل عذاي أو قلوب نقلوني نقطي إلا هير إندهنا مكا أي شبمان
بقدين يخش درتي. فقلنا مرفوعا يا رسول الله كأنه حابد مودع موعظة مودع مد وحسقوتيني وعدي سوكل إن من سقوتيني سيدة المودع هد كدي بعد أن لها للدونين. فأوصينا بالناظر دارا قال يقول أوصيكم حن إذين دار دار ميا بتقوى الله ألا كعرسي والسمع اسمقل إي والطاعة كالدنبين يعني والسمع مقل إي والطاعة هجانسا وإن تأمر عليكم هبا إذين هايدين معمولة أمير بهايدين نقلة عبد أضون يعني معنى قفك أد كاتيجوري أهان سوشيالي أد ليسان حتى هضو إذين تاليو وأنا أتكلم بيسان اسمه قشان هو جانسن تان إلين ومت كمان صهرته كلا ضمبين إيو هي هو جانسن لكن هديني والبيور أنا أمير إيو وأنت أمير كدي من ما يسوق الحمار تبع ما يسوق كايس بعد علىنا إيو جنجلو بعشقيني ما كلا ضمبين بين يكو قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما رجوا بيبنا بيحبنا وإنه شأني من يعيش منكم قفك إليك إلي كم إذا إيه النوال هذا فسيرى وفعرك دون اختلافا اختلافا كثيرا فربنا أدبل شو خلافها وما أنت ضد العالم الإسلامي وح كست خلافك التالي مسألة والب ولا شو جديدة أنا عملي هاي شو جديد وشو هرديسو أنا علوم هذا شو هي ستة وحول بخلاف ربنا ما إيمانه مركا خلايا نيك عامية وسط هذه الأمواج المتضاربة من الاختلافات مركي خلاف أدو بطيء ولا رؤية هذا والعلوم أنه شيء يعني كرو كات شيء وكله حان كيالنا أبو مركة هلك أتكون بالبال زمان هرت السنة ذا برا هرت السنة ذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بر برا أو كتاب كان برا مركة النبي يقول إحنا برا يا مركة حال هذا مركة اللي جار وقفك ورارك إجاه ورارك وقرا سو كوب بالبال لا وعير فعليكم هالضبا وحاد لازمتان بسنة أني كسنة ذي وسنة الخلفاء الراشدين الخلفاء هنون سنة المهديين لها نون كوارع عضوا عليها وحتوقبتا بالنواجد جوز دم بيادة كقبت وإياكم إسك إلى اليوم محدثات الأمور أمور تتيد لسودري ولا سودري سودين تلغوص وضري محايلة فإن كل بدعة بدعة والبوى ضلالة بعدو رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح النواجد بالذال المعجمة أي الأنياب غلط الماما معيها نواليري الأضراس جوسها نواليد يعني الأنياب المناب ومعيها الأضراس نو جوسها مركا لا والله غرفة مركا معيدة كوقف صدى هذا القف كده هذي يهدد هذه جوسها كوقف صلاة واضح الموجين سواح مركا رتسي إنه يسان كافة كان هلك اللي وقف توي اللي ونبو نبي مركا في النوات النبي صلى الله عليه وسلم بتبادل في كل التخلاف كمركو بطو أنا يسون هذا كل ده سون هذا اللي جبت بعدها سنة سبرش وبعن تاع مرك هذا الحديث كان إماش أبو قرآن أنا لسعن يأيد روح أبو فصل أنا لسعن مرك ما عندنا روح أكون جريسان علوم هذا وارنا واشي يلا الرعاة مدى البابا كليب وصدر مدى البابا فيسبوك وحكي شيء يلا الرعاة ولي قسم بقى وجه وري ريسان ما هذا وري أكون جري ما على الأقل وصلنا إنت حيد حيدتي فريستود أوجاتي هذا أوجاني كان إسكه الله يكن نسكه الله يكن صحسن يكن خلنا هذا أوجاني مرك ما بين الغشرة نينك دنك لا اوه الله يي نينك لا دحد لي ين هولك لا اوه الله انك الدين كاي دبك تا ادا اوغان دتك ماركاس مخاي لو حاجه استهل باقي او حتقول دوم لي لكن هذا ادو وانا اسك جهور رسنت هاي يغون بو كو جهور رين يعني نو بس بو اوه الله تا ماركو امين نبي ماركو حتنا هدانا خلاف كم حاك كان حديث لها سي ضبط لو يفهم كان خلاف كو حاك كان بدعه كانت بدعنا وحال لها وح شيء دين تا لو صدر سيد بدعاده لبو منه هو اللغة لينغويستيك المعنى الموجسة منه شريعهان ترمينولوجي شريعه معنوه موجية مرك اللغة هاي يعني بدعة سيد حلومة عهبا وحصب أي ماذا مثلا شيء بديع مبتدع ابتكار اختراع لغة العربية انت بقول لديك كلمة سواء invention innovation ما شو يقول كذا بدعاده مرك اللغة هاي وروح بطنوله ومثلا يعني مثلا قلب كان ما انت عند ديفايسز كان عن استعمال انه حسب الضوء انه روح له سو بيديو حد الله كان وروح بدون دين تي وحو دراي ما عرفتي الدين وحو سو دراي وحد قرن بدون مرك دين تو حين نفرتي وحا لو حي الدنيا ان بدعه على نيوان او
وحسو كرني بلعوا محمد كو انوفيشن انفنشن وحسو كرني ادو ماشي على جابانيس وحكا كسو قادان لدي تشاينيز ادو لا امو وحسو صار او القواري صو صار او ديارة صو صار او قولي عصب صو صار او قلب عصب صو صار ومد وحوف وده تاسو دين توي امانت نبي ما فيري انتم اعلم بامور دنياكم مركي دين تتاغن تايلاك دين تن اليوم اكملت لكم دينكم بالهي دين ولما يسترنت واتممت عليكم نعمتي وين لما يستر وحول ما ادري كذا اسا ان يري وانا ما دون حديث كاس من عمل عملا ليس عليه امر فهو رد دين توحي موسى ادري كذا ظهرك وافر ما لكم النبي قال انت حدا وافر عشان كما ديك هل ركعه كنت دري محمد خير خير كان جعل بر رمضان هو خير قال بس لا يري هل ركعه كسر ان قال هل كان ركعه كسر وتين نار اكو قال لي هل النبي قال لا هاي دين تو خيامه ركعه شناده اجرتو ونغا قري ادو يري وكذا مركه مركه الدين تاغنت راح كسودر انت هضا يا بالولايه اللي حد حيسو انت يا كفر عدي مشكله سو حيخد على مركه ما انت مفكرين تو ايدهان مسلمين اللي يري دين كين ولا دين كفاله قال ويل جرانتيد سي سودا راح كسودرنا بيكون مشغول سين ما انت دن ورد عصب يديك العصب الشغل عصب ما نسوي كردينيا الدنيا اللي راح كسودرنا مسلمين تو يجيفان عن ربع إن تشينيز كي قلب كي سي استعماله كي جابانيز كان استعماله كي قال استعمال المسلمين تحمسوا كورنيان وكونسيومرز وحمسوا كورني عقل يقول مش شقي مال الجيفان لكن بحكم مش كل سنين دين اللي يروى كامله يكسو كورنيان وردين تن الهي والله ما يستروي رسول كان وحما خياما بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للمواطن العلماء وايضا حلقه وضع النبي قال فرينتي وسو قدبي وأدى الأمانة أمانة دي وجودت ونصح الأمة أمة دي وعقل علي نبي قبل مش شيء مرك الدين تو أكون بلي ذحوها كون مشغول أنت كو قرن صحرا كو عمل فرق وح كسر إسكدا لكن أمة ضهان ما أنت إنك تيجي ترتك الدنيا اللي إنك تيجي وأنا لا ترتمه وح جان وأنا جان واي مرة بو كلاسيفايد عنهم ما قلنا العالم الثالث دون ذهد سوكر يسي ودون الصوص عدو لاجين بيهن حمرة بونا ليش أمة ضهان ولا ترتمه وح كلامها دين كيني وان كو مشغول صنعي وان لا نحوا كدي من حوان كو كردينينا ودين كسيس هدي لو عمل فلو وكان اسغا هو غارسيني واكي داك ايجس كسار يوروب واكي مركي وقتي ستونك او عصري حجري اهواني ودين كسار وي ومسلمين تقبل هانجرين وحكنا لو غار انت سي كلا صبح مرك مرك مسخ على لا شقيسيو وحبا كو صبحي مرك لكن دين تدخلي فرحه كلا بح النبي صلى الله عليه وسلم مركو اركي ولا سمعيني بولينيشن او فحلين سمعيني معرمين يو معركتي جيد بو جيد كلا كنت لالي ولي هاي مركز رسولك صلى الله عليه وسلم حانا سمعيني 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 مركز يا رسول الله وكان و لابو هدي كان لغو الدرو ومسمار كان لغو الدرو لدي بو نقانا ومربو دالي لغو مساء صابي ها انتم معلوم يبورو دنيا ويحي الدونة اذن كان قرانا يسيوة هل كان بحانا هدنا جرين لايت ويحي الدونة وحسوكرن هاي استهجيني وحبيد على الله مجره نال عصب كان ديار العصب كان قهر العصب كان وض لكن دين تن فرع لها قاض دين تسيدها اللي وداري انت كل يا رنوا محي والرسول كان رمين رسول كان رمين هل كان مركا قبا مركا وحكا لك لبا حي كيل هاور يوح الوسو الدري بو تيم برا كلا دول العيو حلا بدع على التيم مبتدع إساقا نمبر وهو تا تيم برا إساقا مركا كاور بضن مركا سوق صاري فعن كهلا نوا محي نبي انتو الشيء هل الدايو الدنيا أن ترتن بأم أن تذكر أن ترتن لك الحديث ما معني سوى أنت الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك صلى الله عليه وسلم قال فيه كل أمتي يدخلون الجنة حديث عجيب أمة ديدو لن جنة ذي جلسة إلا من أبى قفك ديدة معها قيل ما هي أبى يا رسول الله رسول الله يا جنة ديدة دي. قل بعيد ما جنة ديدة دي. قال وحيل من أطاعني قفكي أني إراعة إيه جانسة ما دخل الجنة جنة القلية ومن عصاني قفك إعاسيني فقد أبا ودي رواه البخاري من قفكي قفك الجنة قلي ويا بمعنى إساك الدي دوي لأنه محال عصام بوليم لكن النبي قال الله أطيعه أي جنة كجستة الرابع حديث أفراد عن أبي موسى وقيل وحيل أبي إياه سلمة بن عمرو بن الأكوع أن رجلا نمبا اكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله رسول قال له سوى لجوغا بوغا انت بليح وحكوعوني فقال النبي كل بيمينك بليك تذكر قال له لا استطيع ما كاري كرا مركا
ما كاري كاره هداي أهان لهاي ما كاري كاره دبا وقفك كان جعانتي من يجبو لا يا هاي أما كحنون صنع أما أنو قادي كاين وحس كع مشكلة دمر إله سبحانه وتعالى هو مكلفين جعانتي دي مشقين بيضحكوا عن تحس إله وكو أقلع لكني كان جاز جاز بكاين غير ما كاري كاره النبي يقول لا استطعت وقال أن كاري كاري وولي مركز ما منعه إلا الكبر النبي يقول لك كبر أم بأديد بيروح كلامها النبي يقول لك مركز حديث مركز ليه سحبي فما رفعها إلى فيه وقت يا أسكدب جعنتي بريح أفكي سوما كوريالي هل كاسك قلش وإنكت وأدعى النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت إسلام مركي ما سبونتانيسني دعاء لسوغي ما حوارك النبي صلى الله عليه وسلم مركي هذا هو حديث ولي التاريخ لا استطعت إلى حد التاريخ إن لا استطعت قف كاستا كبير الدين ولذلك أنه حلا لا يبنى ضدك هذا رمجالنا الله أكاك عم بيحلو عنه أفرني قال لي عبدان كان لا فنيا حوال الله عنه يا سو قول يمرك وجو ميديك تكل عن الجريب والرواسيس سيدو كان بيحكو عنه كعنتا بيح النبي صلى الله عليه وسلم حديث محمد صامر كان يعجبه التيمم في شأنه كل عائشة إلا ذلك وحلوح كاستنبي مدد توقف سنجد كعنت بيعه على الله تعالى قال استنجد وحيابها كلا الله تعالى قال سادرت هدي قفك وحونه قعنت هذا قعنت هذا كعنت مثلا سليدي وكاسو قال دفنتي وكاسو قاتي كوك مركز قراني طبعا كوكي وسقوبيا يعني طبعا مركز وكاله هذا قعنت بيعه مركز وقفت وين قعنت بيعه وعاوسا قعنت بيعه كلمه وانا ساتر هذا قال بابا يقول لي ما يروح لي ما عرفت جعنت ملك اون كعنا ليري ولكن عبيتانك عبيتانك ما جعنت ملك جعنت ملك كما قبسن كرت يرى كان والله برا هذا ود عين الله جوج لو ما المركه تعليس ولا قبسن حنجا وير مركه افل جشني جعنت ملك سالكس لانه النبي صلى الله عليه وسلم بي ويل حبارك سو تاغين جعنت بما ما ليسو بودي مركه دبي سو لا حاجر ما iyadoo lagu yiri midig ku cunbaad gacanta bidix ku cuntay marka arrimahan yar yar lama dhayalsan karo oo haysdihiin maxaa ka macnaa laana nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa inay yiri adiguna baraka kugu jirta raashinkaas waa intaas oo dawada amalaha kala ka raadin raashinka ilaahay subxaanahu wa ta'ala kuusoo dhex geliya marka midigta ku cunaysina nabiga sallallahu alayhi wasallam baa sameeyay u samee ee maya ma aragtay anuu sideedaba midig laan oo bidix lama ihi ma nabiga yiri رواه مسلم الخامس عن أبي عبد الله بن عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال وحيلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله مقلوع يقول له لا تسون الصفوف أو لا تسون صفوفكم ده صففكين السميسان أو السميسان وصففك صلاة أو لو خالفن الله بين وجوهكم أما هديك إليه سبحانه وتعالى وجيدينا ويسو يدارينيا معنا وام حي وحال لغا ودا ني ودا ميل بو جيسانيا اذا خلافك هذا صفك مرك اللي بيجي لو كان لو تكاني ددكو اني هل ميل قلوبتود او ودا جهيستو او يلف الجلان قراده امامك يو او يلف الجلان ايات لا اقرنيو ايات اي فهمان اي كو خرنت صفك ولا توسي لكن انا هدان حق اسجودو ميد كان حق اسجودو ميد كلانا ما عرفتي عرك ده للراعي من يعني ولا ديده النبي صلى الله عليه وسلم هو ديده وحين كم تحيرها قلوبته خلافات كيان النبي صلى الله عليه وسلم ليه وفي رواية لمسلم طبعا بالمناسبة هذا صفكا مركز الوجر وكذا أنت أربعة حكومة شقولا سجايد مدبق هذا حق أجيدنا مثل أنت أجيدنا سيدة دبا شرعا مركز اللي هذا قبل هذا الجهاز يجيد هو دايركشنك دايركشنك على الله مركا فول وجوه دايركشن واك هذا انت مركا افرتني شن ديجري انت اقول لحد اما انت افرتني شن ديجري انا اقول لحد فحوكم انت منه يعني وصل انت هذا انت اقول لحد يا هذا انت اقول لحد انا كان بحين الا ما انا لبدا القربوض انا كان بحين وي و 45 ديجري 45 ديجري انا مال بعد مركا مركا انت اسي جيدة قبل هذا ما نجيدة هذا ايه صار له قبل هذا ما نجيدة هذا صار له وحل الديدة الى 90 كبضا 180 سوى اوبسيت الى 90 وين انا 90 مركان هذا واكبح يعني مركان سو كلام
إذا لبدت الجربات مالك لو جهزت. لكن أنت كلا ما عندنا هنا تكون مشكوش الباشا أنت أوجيز أنت معنا وش كورنيس لأن يتجه ولا أوجيز إن كلي ضبط ناسي كلا جيد جيد سيد ما هنا وحب مسو كورنيس مرك سجايدا هم قبل بعد دبر ما إيش إذا سكفل ده. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال وحوها يسوي صفوفنا صفوف تنمت سموها كأنما حتى كأنما يسوي بها القدح أو المودعينو كمون وكس ما يؤكد حتى كأنما يسوي بها القداح سينو جمون انتو سوقت صعو سمي يؤكد حتى إذا رأى مركو أركو أن قد عقل مركو أركيد أن قد عقلنا عنه إن فهمني يعني إلا ونبقى سأقول هو ذي إلا أن كيف فهمني مركي سيدي حتى إذا لغد عليه مركي كل ما تفسير كلمة فسو براجين نحوها لبضل نبقى الهول قليا مرك حتى كأنه يسوي بها القداح وحد ما دام وقمون نقسم به حتى إذا رأى أن قد عقلنا منه وسيد أنه هو ذي النبي صلى الله عليه وسلم إلى ويسيري وأن فهمني مركو أركي إن فهمني ونجد الديول ثم خرج يوم ما لم نكن مركو صباح فقام واستاغي حتى كاد أن يكبر مركي صلاة ويسير الله أكبر ده لأن إمامك وسيما استوب إليه حاجة سوجي يسير مركو يسير الله أكبر ده فرأى رجلا نمبو أركي باديا صدره لا تسعي شرب حصنته وصفك بحصن فقال مركز عباد الله أدوم هذا الله لا تسون صفوفكم وسميسان وسميسان صفوف ياشين أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو إله سبحانه وتعالى وجيدين سأسوي دارني مركز سوى صلاة قلد وقيس كأرك النبي صلى الله عليه وسلم طبعا مركز سيجير وحو أركي صلاة ربي وسلم أسلم صوصتم وجنسه وهذا وأنا وحنبي معجزات كيسا جاكو أبو السادس حديث اللي حد عن أبي موسى رضي الله عنه وحل قولي احترق بيت بالمدينة قولي يا مدينة كوكبتي قولي بعد دقة بصدر على أهلي دتك الدقنابي كوكبتي من الليل هلين بقى حي ومدينة منورة قولي بعد كوكبتي فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مكر رسول الله شيء بشأنه قال بحر إن هذه النار دفك كان دفك إسان عدو لكم عدو بيديه فإذا نمتم مركات سيحان إسان فاطفئوها عنكم إسكبختي ودمية إكسنوش من قصة ما متفق عليه لكن نبي يقول دي ذي هبينك دفك والإسك الدمية هل يا من مركي يكون دهم قلضا دفك يكون لها دان جار جرى ذا كسار وحصحوا أنه وحن وحدبوا يعني تايم بو قرحي كراوحي مركز النبي صلى الله عليه وسلم تلمامه مركز سيحانة سان فطفئوها عنكم إسكب بختية دمية بيقول النبي صلى الله عليه وسلم حال نار تنعذب إذا انت شيطان بقى أفوفي كرة وحكى سعد كرة ضبكونا بضنا هبين كهبين كبول نعاه مركز صلاة ربي وسلام عليه حديث كانوا نوع شيء ضدك كلام ما أنت كفا إيدي وقادي وحاق تعالي مركز هفوضي سنة مركز النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه السابع عنه يعني نبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال له قيل إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم وهو أني إلهي إلى صوصاري إهنوني علمي أه كمثل غيث رب لم يده أصاب كد أي أرضا كد أي فكانت منها وحكم لها طائفة قيبة طيبة ونكسا قلوك أراك وكد أي تاسو قبلت الماء بيها أكبشي فأنبتت الكلاء داقس صوصارتي هو العشب الكثير إيه أصبر بضن يعني بضن بي صوصار يعني روك مركو سودو قيب لوك كم بدا قيب أصل لحن وأصو بطا إني بيه اللقضو كدي من فرسلايز أي نقطو مد يوضو حداشا كدي من وحي صوصارت داقي وحي كربي وكان منها أجادب قالوا حاكدر يوغ مركا سلحن أمسكت الماء به ويكون دكتي فنفع الله بها الناس إليه سبحانه وتعالى ضدك وكو أنفعي فشربوا منها به بيكعبين وسقوا ويورابين وزرعوا وحن ويكبرتين ودلقوا ذي كبرتين وأصاب طائفة منها أخرى قيب كلام وقل عي إنما هي قيب تنضم قيعان وعرسال لا تمسك ماء بين مقر ليسو ولا تنبت كلام داق نمص وصالس وعلوك مركو جوان كي يكون نقضه او ما عرفت اي المود لوك مقيت ملح له
markuu noqdo oo kale biyahana kuuma haynay uu sii daynaya, waxna kuuma soo saaray, biyihiina wuu liqay, dhulkiina waxuma soo saaray. Nabiga marka wuxuu tilmaamay saddex qaybood marka roob baa soo da-ay, dhulkii wuu ku da-ay, dhulki waa saddex qaybood marka. Qayb biyihii intuu dhulka saa ugu dhex disay fertilize noqotay oo wax soo saartay oo dhirtii iyo dalagii beerihii dhan waa ku soo baxay. Qayb waxba ma soo saarin laakiin biyihii kama khasaarin, sida maaragtay baraagtii oo kale biyihii u ilaaliyey, ayay u ilaalisay qaybtaa dambe. Waa qaybta labaad. Qayb saddexaad soo ma waxba lagama faa'iidin, biyihiina nooma hayn, waxna nooma soo saarin. Nabigu marka mithaal kan una siinaya halkuu u socdo waa kan, fadalika mithlu man faquha fi diini illah, kaa wuxuu la mid yahay qof diinka ilaahay fahmo oo kale. Wanafacahu bima bacathani allahu bihi, uuna ku anfacay wixii ilaahay subxaanah wa tacaala aniga ila soo saaray. Facalima ogaaday oo bartay, wacallama dadkana baray. Wamithlu man lam yarfac bidalika ra'san, kan kalena wuxuu tusaale u yahay qofanba madax u qaadinoo walam yaqbal hadi allahi aladii ursiltu bihi, ee aanan aqbalin hadigii ilaahay aniga ila soo diray. Haddaba meeshaanu marka tilmaamaya dadkii nebiga marka wuxuu ku sheegay diinka ilaahay, dadku marka markii cilmi la sheego waa saddex qabo. Qof cilmiga intuu dhuuxo uu ka daadegayo ku camal falayo baranayo dadkana sii baraya waa qayb, waa ardadii roobka intuu ku da-ay biyihii liqay daaqsinkii iyo dalagii soo saartay. Labo, qof diinta isaga uu baranayaa yani cilmigii wuu soo gudbay laakiin wuu yaqaan dadkii inuu u gudbiyey laakiin isaga kama faa'iiday. Oo kama faa'iiday waa maxay? Istinbaadaadkii fiqiga ahaa iyo culuumtii iyo wax badan kama faa'iiday. Ku arkaysa dadku waxbaa bartaan laakiin inta profit noqota ee waxtar kale ee tayada leh waa farku tiris, iyadoo kitabtu la wada raacdo. Haddana qof saddexaad waa qofka uu tilmaamay nabiga sallallahu calayhi wasallam waxba aan ka faa'iidin, wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala la soo diray waxba kama baran buy, laannoo dhag jala kuma siin, cilmiga ma raacin, ma baran, kuma camal falin. Qaybtaas ama dadka waxay la mid yihiin sida ardadii intuu roobka kusoo da-ay biyihiina liqda waxna soo saarin. Saddexda qaybood buu nabiga sallallahu calayhi wasallam marka u qaybiyey. Fakanat minha, waxaa ka mid a taa'ifatun, qaybo tayibatun, wanaagsan, oo qabilat ilmaa, biyaha aqbashay, wafambatat ilkala, daaqdii soo saartay, walcushba alkathiir, wakana minha ajaadiba, ka mid amsakat ilmaa, biyaha qabatow, fanafaca allahu biha annaasa, dadka ilaahay ku anfacay. Saasuu nabiga marka u kala saaray. Mutafaqun calayhi, faquha bidami alqaafi calaa almashhuur, sida la yaqaan calaa wazni facula, waqiila bikasriha calaa wazni facila, saara faqiihan, qof faqiiha ayuu noqday ayaa laga wadaa. Halkan baan ku istaagayna, wa ilaa hunaa, wa billahi tawfiq.